طيب احنا عندنا اكيد ملفات كتيره جدا مهم ان احنا نتكلم فيها، اكيد اهمها استعدادات الاهلي للهلال السوداني، وكمان عندك استئناف بطوله دوري ابطال اوروبا وغيرها وغيرها من الملفات العالميه المختلفه، ومين يعني هيكون اهم وافضل من ان هو يكون معانا في الفقره دي؟ اكيد ضيفتنا وزميلتنا العزيزه جدا الاستاذه منى عمر الناقده الرياضيه. بونجور، صباح الهنا. وعندنا ملفات ودوريات كتيره حاليا مهمه جدا. أكيد منورانا، صباح الفل. ميرسي يا كريم. نبتدي بقى لي ملف فيه اللي يعجبك. أقول لك على حاجة، تعالي نمشي بالترتيب. يلا بينا. تيجوا نبتدي من كأس العالم والمشاركة الأخيرة للنادي الأهلي، ومنها على ماتش السودان اللي جاي، منها على دوري أبطال أوروبا، ومنها على الدوريات الأوروبية المختلفة. هنلحق تفتكر كده؟ يا ربنا يدينا العمر. إحنا ورانا إيه؟ أدينا قاعدين قعدة حلوة. دلوقتي رؤيتك العامة لمشاركة النادي الأهلي في النسخة الأخيرة من المونديال كانت عاملة إزاي؟ هل عندك تحفظات؟ هل عندك نقاط شايفة إن هي كانت مميزة؟ طيب اولا خلينا نبارك وانا اقصد بكلمه نبارك للنادي الاهلي انه حقق المركز الرابع على مستوى المركز الرابع طبعا عالميا على مستوى بطوله كاس العالم للانديه. اللي حصل اختصارا يا كريم انه الناس زعلت او احنا زعلنا ان الاهلي حقق مركز رابع. ليه؟ لان احنا تعودنا في الفتره الاخيره ان الاهلي بيحقق برونزيه، ما بيرجعش باقل من برونزيه. فده خلانا السنه دي او في النسخه دي تحديدا احنا طموحنا بقى اعلى، انه احنا لا احنا هنوصل لسيمي فاينل، احنا عندنا طموح ان احنا هنكسب ريال مدريد وهنوصل فاينل مع الهلال السعودي. الناس كان عندها، انت لو كنت يعني بتعمل استطلاع راي او بتقابل الناس في الشارع تقول لهم الاهلي هيعمل ايه في ماتش ريال مدريد، هيقول لك هيلعب ند بند. مش الموضوع مختلف تماما 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 عن لما كنا بنقابل بايرن ميونخ. كانت الامور ايه لو كنت بتقابل اي جمهور او اي اشخاص او اي مشجعين للنادي الاهلي؟ كانوا انهزاميين قدام جدا بايرن. جدا. وكان الـ الردود مش عايزين نستغل الثمانية زي برشلونه. أيوه. تمام. لكن في النسخه الاخيره او قبل مواجهه ريال مدريد الوضع كان مختلف تماما، وده كان لعده اسباب. اولها انه الاهلي في المباراتين قدام اوكلاند سيتي وقدام سياتل قدم شكل جيد جدا، قدر ان هو يكسب في المباراتين 3-0 و1-0، ما استقبلش ولا هدف. شكلنا كان حلو، شكلنا كان فنيا. بعض اللعيبه حتى اللي كانت مش متالقه في الدوري المصري او يعني كان مستواها متراجع بشكل ما، كان ادائها مختلف تماما في المباراتين الاولين اللي في الاول في كاس العالم للانديه، وده بالتالي ادى للناس امل كبير جدا قدام ريال مدريد. ايه اللي حصل قدام ريال مدريد؟ انت كنت الشوط الاولاني اديت شوط يعني مش هبقى ببالغ لو قلت ان انت لعبت شوط عالمي قدام ريال مدريد الشوط الاول. ولولا ان الشوط الاولاني خلص 1-0 اعتقد النتيجه كانت هتختلف تماما في الشوط الثاني. لو جيت حتى تبص على الاحصائيات او الهجمات او التسديدات او لا، هتلاقي ان الاهلي كان منافس لريال مدريد، ما كانش متراجع، لا كان في هجمات، ما كانش بيلعب مثلا زون ديفنس، ما كانش متاخر يعني. بالظبط، ما كانش متاخر. طب إيه ما كانش اللي حصل بقى في الشوط الثاني؟ الشوط الثاني الوضع اختلف، بعض الاخطاء وهي اهدرنا بعض الفرص بصراحه، ويعني دي حقيقه. وهي البطولات اللي زي دي انا هوند بقى انت ما بتبقاش مستني ان يجي لك فرصه ثانيه، خصوصا انت بتلعب بالزبط قدام بطل دوري ابطال اوروبا. طب. فانت مستني هي فرصه واحده انا هسجل منها. طب. مش هقول فرصه نص فرصه كمان بالظبط كده، الفرصه دي ما جاتش هيجي غيرها، لا هو ممكن ما يجيش غيرها. فهي دي بعض الاخطاء الفرديه اللي حصلت سواء في مباراه ريال مدريد او مباراه فلامينجو هي اللي ضيعت علينا الميداليه البرونزيه. لو هنتكلم على اداء الاهلي فنيا، لا اداء الاهلي فنيا بشكل كبير كان مرضي جدا 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 لينا كجماهير. لكن اللي اثر او اللي كان سبب واضح وسبب مباشر في ضياع الميداليه كانت بعض الرعونه، كانت بعض الاخطاء الفرديه من بعض اللعيبه.
وده اللي خلانا نوصل يعني للزعل. يعني ده اللي خلانا نوصل للزعل في الاخر. انت بتزعل عشان انت عارف انك تستحق افضل من ذلك. بالظبط. ولكن في نفس الوقت والكلام ده قلناه امبارح، احنا لو هنتكلم بقى بمنتهى الشفافيه، علشان الواحد لازم يعترف ان هو عنده بعض الاخطاء عشان يطمح للافضل. انت النادي الاهلي بطبيعه الحال عالمي، كنت فعلا بتقدم مباراه عالميه في بطوله عالميه مع نادي عالمي، فده طبيعه الحال يعني. لكن انت رايح، وكنا بنقول بعض الاخطاء اللي يمكن نتمنى ان هي ما تظهرش في كاس العالم للانديه، اللي منها اللمسات الاخيره، ضاعت بعض الفرص، دي كانت مشكله عندنا ويمكن ما ظهرتش بشكل كبير بس ظهرت. هل احنا دلوقتي راجعين برضو عشان نفهم اللي جاي محليا وافريقيا، هل انا ممكن اتغلب على النقاط دي على اساس ان برضو دي ما تكونش عائق قدامي قدام بقى البطولتين اللي انا دلوقتي منتظرهم؟ بصي يا مهند، هي المشكله من الاول، المشكله من الاول موجوده، بس هي بانت اكتر فين؟ في كاس العالم للانديه. بالظبط. لما كان عندي فرصه ان انا اكسب ريال مدريد واتقدم، وكان عندي فرصه قدام فلامينجو حتى بعد الطرد ان انا كان لأنك ممكن. انك لعبت حلو قوي، ما هو ده. بالزبط. انت بتلعب حلو قوي، وعلى فكره كان في سيطره من الاهلي في بعض اللحظات، لكن اللمسه الاخيره بتضيع. فعشان كده احنا بنبقى زعلانين شويه. تمام. اللمسه الاخيره بقى، اللمسه الاخيره دي يعني لازم يبقى ليها لازم يبقى ليها تصحيح. بالزبط. هيبقى ليها تصحيح ازاي؟ احنا بقالنا فتره طويله بنتكلم على اللمسه الاخيره، وبنتكلم على الميس باس، وساعات بنتكلم عن الرعونه والتسرع والتهور، بس سيبك من كل التفاصيل دي. هي فكره اللمسه الاخيره دي اتذكرت كتير، ده احنا لوحدنا هنا في البرنامج اتكلمنا عنها قبل كده كذا مره. يعني فكرك ايه اللي لازم يتعمل عشان النوع ده من التحفظات، تعالي نسميها تحفظات، خلاص نمتنع عنها بعد كده؟ طيب خلينا يعني ننوه بس على حاجه في الاول كده قبل ما ندخل في النقطه دي، انه اي انتقاد او اي تعليق بيتقال هو لمصلحه الفريق اولا واخيرا، مش مقصود بيه في النادي اصلا. بالظبط كده. مش مقصود بيه اتهام لاعب بعينه مثلا بالتقصير او 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 بالظبط كده. بالظبط كده. الاهلي في الفتره الاخيره يا كريم واتكلمنا في ده اكتر من مره، محتاج مهاجم سوبر. مهاجم سوبر بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما عنديش عماد متعب، ما عنديش فلافيو، مع كل الاحترام والتقدير لكل المهاجمين الموجودين في النادي الاهلي. يعني انت بتتكلمي على مركز رقم 10 مثلا تحديدا؟ مركز رقم 9. 9. اوكي. مركز رقم 9، مركز رقم 9 اللي هو يقدر يستغل من نص فرصه، زي ما احنا بنتكلم كده، زي ما حصل قدام ريال مدريد، زي ما حصل قدام فلامينجو، من نص فرصه اقدر ان انا اسجل. ايوه. تمام؟ لانه الفرصه مش هتتكرر تاني. احنا ليه زعلانين قوي او بنتكلم فيها قوي او 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 او, أو بنطرحها الفتره دي كتير ليه؟ عشان انت كان قدامك بطوله او كان قدامك ميداليه وانت ما قدرتش ان انت تاخدها، علشان ضاعت منك الهجمات دي او ضاعت منك الفرص دي. ده كان موجود اصلا في الدوري المصري، هو مش صحيح. جديد صحيح. او بس هو ايه الدوري خلاص ما كسبتش المباراه دي، هقدر اعوض في المباراه الجايه. انت هناك بتلعب مع ناس خدت كوره فرصه بتبقى تقريبا. بالظبط كده. فالموضوع بيبقى خلاص انتهى، وبعدين هي مباراه واحده، يا كسبتها يا خسرتها. صحيح. بس فالاهم بقى بالنسبه لي ان انا لازم اصحح الاخطاء دي او 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 اعوض ده، لان انا عندي بطوله مهمه جدا، دوري ابطال افريقيا. انا عندي ماتش مهم جدا 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 قدام الهلال يوم السبت الجاي. تمام. وماتش هيتلعب في وقت رخم جدا 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 بالنسبه للعيبه المصريه، وقت العصر ده او ماتشات العصر دي بتبقى مرهقه جدا للعيبه، لان هو مش متعود ان هو يلعب الماتشات دي. يعني احنا عندنا هنا في الدوري المصري إيه اهلي وزمالك بيلعبوا ايه ماتشات العصر؟ تقريبا هو ماتش اسوان بس. غير كده باقي المباريات بتتلعب الساعه 7 والساعه 9 بالليل او الساعه 8 بالليل. فان انت تنقل اللاعب فجاه ان هو هيلعب ماتش، وهيلعب ماتش مهم جدا بره ارضه الساعه 3 العصر، فدي هتبقى مرهقه جدا. تمام. ف كولر عنده او الجهاز الفني للنادي الاهلي عنده اسبوع، عنده من ساعه ما رجعوا البعثه رجعت امبارح لحد ميعاد السفر للسودان، يعني لا غير 48 هم واخدين راحه. بالظبط. هم واخدين راحه، وبعدين هيرجعوا للتدريبات، وبعد كده هيسافروا للسودان. بالظبط. وبعدين هيرجعوا من السودان، هيرجعوا لاسوان على طول. فهتبقى طبعا الفتره الجايه دي هتبقى مرهقه جدا جدا جدا، فلازم يبقى ليها اعداد بدني واعداد نفسي لبعض اللعيبه قبل المباراه المقبله. منهم اكتر من لاعب في مركز الهجوم، لازم يبقى في اعداد نفسي للموضوع ده، لان الانتقادات كانت كتيره قوي 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 الايام اللي فاتت،
مش هننكر ونقول ان اللعيبه ما بتقعدش على السوشيال ميديا وما بتقراش الانتقادات. ما كانتش انتقادات كبيره قوي والله. على فكره عايزه اقول لك ان المره دي فعلا انا لاحظت ان جماهير الاهلي متفهمه جدا وشكروهم. انا بقى عشان متابعه جدا بقى السوشيال ميديا، ما كانتش بالشكل ده استاذه منى. واغلب المشاكل بتيجي من جماهير ثانيه غير جماهير النادي الاهلي. وما تقولش جماهير يعني برضه مش جماهير، هي بتبقى قله كده معروفه مين يعني. هي وجهات نظر بس يعني انا اختلف معاكي في النقطه دي. لا هو كان في انتقادات كبيره جدا خصوصا لاكثر من لاعب في مركز الهجوم. يعني تتكلمي انتقادات للنادي ولا انتقادات لا 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 لبعض اللعيبه؟ لبعض اللعيبه لبعض اللعيبه. وكان معاها بعض اشادات، يقدم اعتذارات على السوشيال ميديا. بالظبط بالظبط. وكان معاها اشادات للعيبه اخرى كنا لسه بنتكلم بنقول ان هي مستواها للنادي الاهلي لا 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 عشان كده لا لا مستواها متراجع. كان مستواها متراجع في الدوري او في الفتره الاخيره، وكانت متالقه جدا 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 في كاس العالم للانديه زي حسين الشحات زي محمد هاني زي احمد عبد القادر. البطولات الدوليه بيتالق دي حقيقة. هو ظابط نفسه على البطولات الدوليه، خدت بالك من الحكايه دي؟ كان حسين الشحات قدم بطوله رائعه رائعه الحقيقه مع في يعني البطوله الاخيره مع النادي الاهلي، قدم بطوله رائعه، كان مستواه جيد جدا. كمان احمد عبد القادر وجون عالمي 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 اللي سجله في مرمى فلامينجو. محمد هاني كمان كان من اللعيبه اللي تعرضت لانتقادات لاذعه بشكل كبير جدا جدا جدا، قدم بطوله برده جيده الحقيقه في كاس العالم للانديه. احسن مدافع في البطوله دي مش عارف مدى صحه الكلام، كان برضو من خلال السوشيال ميديا بس. بس هاني كان يستحق الصراحه، لانه لا يعني قدم بطوله حقيقي كبيره جدا جدا. صحيح. مع النادي الاهلي يعني خلاص يعني البطوله قفلناها. بالظبط البطوله خلصت بقى في اللي جاي. زي ما كنت حضرتك بتقولي ايه حضرتك دي فورمال قوي واحنا اصلا كلنا سيبنا بعض يعني زي ما كنت بتقولي. خليكي محبوحه يا استاذه منى، خليكي مش عارفه ليه بنتكلم. عندنا الهلال السوداني، وقبل ما اخش للهلال السوداني انا عايزه اروح معاكي ليه، بما ان انا بتكلم دلوقتي برضو على الملفات عالميه وبريميوم ليج وغيره، ازاي وعايزين نطبق ده عندنا، وده لو بيتطبق ازاي عندهم بيعملوا الشيفت ده؟ يعني انا خلصت بطوله نجحت فيها ما نجحتش فيها، حققت اللي انا عايزه او ما حققتوش، ازاي الشيفت بقى ان انا ارجع للدوري بتاعي بعد انتهاء مثلا بطوله كاس العالم للانديه، وان انا اتالق، وان انا كمان الشق النفسي مش بس الفني او البدني، ان انا ابتدي اهيئ اللعيبه بتوعي عليه، لان ده مهم جدا كمان الجماهير تطمن. نقطه مهمه اعتقد ده يا نهاوند اصلا بيبقى اعداد بدني ونفسي من بدايه السيزون. يعني انت حتى بتشوفي في الدوريات الاوروبيه بيبقى دوري بيلعبوا مباريات دوري، وبعدين نيجي 3 و4 نلعب او 3 و4 وخميس بالظبط كده بطولات اوروبيه. احيانا مثلا لو في فتره كده مثلا بيبقى اسبوع مثلا او 10 ايام يتلعب فيها مباريات كاس محلي، وهم كمان بيبقى عندهم 2 كاس يعني، فبيتلعب ده بالتوازي مع ده. فاعتقد ده بيبقى يعني بتلاقي اللاعب مثلا بيشارك مينيمم مثلا في 4 بطولات في نفس التوقيت. فده بيبقى اعداد بدني واعداد نفسي من اول السيزون خسارته البطوله ما مش بيؤثر بشكل سلبي على بقيه البطولات. لو هيأثر بشكل سلبي على بقيه البطولات خلاص، يبقى ما كانش في نادي كان او اي نادي خسر بطوله في بدايه السيزون كان خلاص وقع بقى بقيه. بالظبط كده، وقع بقى بقيه السيزون. لكن انت لما تبقي راجعه من بطوله بحجم كاس العالم للانديه بتبقى منتشر جدا طبعا بحجم ريال مدريد. بالظبط. المفروض ان انت لما ترجعي تاكلي الفرق المنافسه محلية. المفروض بس المشكله بقى انه احيانا احنا ده بيحصل عندنا بالعكس. يعني انت بتبقى راجع من بالظبط كده، بتبقى راجع من بطوله مقدم اداء جيد جدا حتى لو محقق ميداليه، تلاقي اول مباراه تلعبها ايا كانت البطوله يحصل دروب. طب ليه بقى بيحصل دروب؟ ما انت المفروض ان انت ماشي على نفس الوتير. هل ده بقى مثلا انت بتبقى بتقلل من قيمه المنافس مثلا اللي قدامك، بتحس مثلا بسنه غرور شويه، فهو ده اللي بيأثر على الاداء، ولا بيبقى الموضوع بيبقى ارهاق شويه، بيبقى تعب ذهني تعب بدني، القصه بتبقى في ايه؟ دي لازم يبقى ليها حل، لان دي اصلا عندنا افه صراحه في صحيح. في اللعيبه المصريه دي حقيقه يعني. حلو جدا. طيب بصي زي ما كريم قال احنا هنروح لكذا ملف مع بعض على قد ما نقدر، بس أوكي. انا عايزه اروح لنقطه مهمه برضو، هنتكلم شويه عن الدوريات العالميه لان ده تخصص بتاعك اكتر يعني. لو هروح للدوري الفرنسي سريعا، وهل بتتفقي معايا النقاش اللي كان بيني انا وكريم نتكلم ان الدوري الفرنسي بجد من الدوريات الاوروبيه اللي شويه فيها نوع من الملل،
لان ما فيهاش تنافسيه. يعني تلاقي بي اس جي في ليفل اوكي، حتى لو خسر مباراه او اثنين اللي حصل يعني الفتره اللي فاتت، لكن ستيل هو في الصداره، الفارق ما بينه وما بين النادي الثاني برضو في ترتيب مش قريب، ما فيش تنافسيه حقيقيه في الدوري عندهم. تتفقي او لا؟ وليه ده بيحصل؟ يعني انا برضو عايزه افهم طبيعه هناك الدوري الفرنسي، ليه ما فيش انديه بتنافس بقدر بي اس جي؟ هل هي مشكله تمويل، ولا هي مشكله مهارات، ولا هي مشكله ايه بالظبط؟ بصي انا عجبني انت قلتي حاجه في الانترو على الدوري الفرنسي، قلتي ان هو دوري ممل. دي حقيقه، هو دوري ممل. لان انت بتتفرجي مثلا، يعني دلوقتي بتتفرجي على بي اس جي ليه مثلا؟ عشان تشوفي ميسي، عشان تشوفي نيمار، عشان امبابي، عشان تشكيله بالظبط تشكيله النجوم اللي موجودين في فريق واحد. طب هل السكواد الكبير اللي موجود في باريس موجود زيه مثلا في مارسيليا؟ موجود زيه في العالم بس. فهو مش موجود زيه فعلا، لا في موناكو ولا في مارسيليا ولا في باقي فرق الدوري الفرنسي. عشان كده تلاقي باريس بعيد شويه، او يعني مش بعيد مثلا في الجدول، لا هو بعيد في بالظبط كده عن باقي الفرق الثانيه. بس في الاخر برضه هو فريق ما عندوش شخصيه بطل. يعني لما تيجي تشوفيه مثلا في دوري ابطال اوروبا، لا هو برضو فريق ما عندوش لسه شخصيه بطل. يعني ممكن لو السكواد بتاعه، ممكن لما تقارنيه مثلا بسكواد ريال مدريد، ممكن يبقى سكواد باريس ممكن يبقى اتقل، عشان كميه النجوم اللي موجوده فيه اتقل من سكواد ريال مدريد. لكن تيجي تشوفي تنافسيه ريال مدريد مثلا في دوري ابطال اوروبا، لا برشلونه كمان لو هتكلم عن الدوري الاسباني، يعني مش دوري ابطال مثلا، برشلونه متالق. يعني الناس كانت كاتبه هو ده اللي يقدر على ريال مدريد. يعني الحمد لله ان شاء الله ياخدوا الليجا. على فكره برضه ماتش مش سهل، يعني هيلعبوا بايرن ميونخ. بايرن طبعا، وفي ظل غيابات برضه مبابي وميسي وبعض النجوم، وعلى الصعيد الاخر برضه بايرن ميونخ اعتقد ان في انباء مؤكده ان ساديو ماني مش هيشارك. فمتخيله الماتش ده هيكون عامل ازاي؟ انا عايز اقول لك بقى انه في احتمال كبير جدا ان ميسي اصلا جاهز للمباراه، فيراتي جاهز للمباراه، وفي كلام ان مبابي كمان هيبقى جاهز. الله، امال ايه اللي كان بيتقال الفتره اللي فاتت؟ ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ هو شايف ان الموضوع ده كان مناوره من جوتييه مدرب باريس سان جيرمان. حتى دول بيعملوا كده. موضوع كده، موضوع كبر. فالمباراه طبعا مش هتبقى سهله خالص على الفرقتين. بايرن كمان مولر اعلن ان هو هيبقى جاهز للمباراه. اصل فعلا تاتش بلدي قوي منهم، لو ده لا ده مش هيلعبوا يا عيني عيانين، وفي الاخر يفاجئوهم بيهم. والله ناجلسمان فعلا طلع في تصريح في مؤتمر صحفي وقال ان هو شايف ان دي كانت مناوره من باريس سان جيرمان، خصوصا في نقطه امبابي. امبابي شارك فعلا في جزء صغير من التدريبات، ويعني ممكن نلاقيه على دكه البدلاء. يعني خلينا نقول ممكن ما يبقاش في التشكيل الاساسي، بس ممكن نلاقيه على دكه البدلاء. النهارده او امبارح بالليل اعلن ان ميسي وفيراتي هيبقوا جاهزين ان شاء الله للمباراه. مولر كمان كان حصلت له زي شكوى كده بسيطه في المباراه الاخيره لبايرن ميونخ، بس طلع قال ان هو ان شاء الله هيبقى جاهز للمباراه. بنسبه كبيره هو ماني اللي هيبقى متغيب. يعني بالمناسبه كمان المباراتين لباريس سان جيرمان قدام بايرن ميونخ اعتقد بنسبه كبيره هيحسموا مستقبل جوتييه مدرب بي اس جي. هو نفسه حتى كان شايف انه المباراتين دول هم اللي هيحددوا بالظبط، هيحددوا مستقبله مع الفريق يعني في الفتره المقبله. بمناسبه ساديو ماني، شايفه ان هو مع بايرن ميونخ زي ما كان في ليفربول؟ لا مش زي ما كان في ليفربول، بس خلينا ما نقدرش نحكم بنسبه 100% علشان الاصابه اللي هو تعرض لها، لان هو غايب بقاله فتره طويله جدا. أيوة. جدا جدا. فما نقدرش نحكم على يعني الغياب او مده الغياب اللي حصل لساديو ماني مع بايرن ميونخ، اعتقد ان هي ما حصلتش قبل كده ليه مع ليفربول. فهيبقى صعب ان احنا نحكم على ارقامه او على ادائه هنا وهنا، غير لما يرجع باذن الله للملاعب يعني. ده كويس، بس يعني سو فار لو احنا هنقيم، هو لا ساديو ماني الافضل دلوقتي مع بايرن ميونخ، ولا ليفربول من غير ساديو ماني الافضل حاليا. بس طبعا ليفربول ملف كبير، يعني لو احنا هنتكلم عليه تحديدا اسباب كتيره جدا هذا التراجع راجع ليه. بس
هنتكلم في ليفربول، بس انا عايزه اروح معاكي برضو سريعا للدوري الانجليزي. بطبيعه الحال ارسنال متصدر، ارسنال متالق، مش راضي يقع يا ناوي. مش راضي يقع. على فكره سيتي ما بيعوضش. دلوقتي تقريبا 51 نقطه في الصداره، سيتي 48 ويونايتد 46. انا اللي فاجئني وقلت ده في الانترو انا وكريم، يونايتد، مانشستر يونايتد، انا ما كنتش متوقعه من بدايه الدوري ان هو هيكون بهذه القوه الى حد ما. كنت حاسه ان هم لا هيقعوا الموسم ده. توقعتي ده ولا لا؟ او رايك ايه برضو، او تقييمك لمان يونايتد؟ انا قلقانه اصلا ان يونايتد ياخد تاني، يعني يعني احتمال كبير شايفة والله، واصل لكده احتمال. امبارح قبل مباراه سيتي هو كان التاني، يعني بصرف النظر ان هو لعب مباراه زياده عن مانشستر، عملوا شيفت جامد عن مانشستر سيتي. بالظبط، اريك تن هاج بصراحه قدر ان هو يسيطر على غرفه ملابس مانشستر. يعني اول ما كريستيانو يمشي، يعني يعني هو كان كريستيانو الازمه، يعني واقف يعني لنجاح الراجل. شفتي فكرتيها بالغالي. ده حاجه غريبه جدا، متعلق في الدوري السعودي. لا بس فعلا يعني عليه علامه استفهام، يعني بعد رحيل كريستيانو ابتدى شويه يبقى فيه اختلاف في المستوى، على اساس ان هو اللي كان جايبهم يعني اللي ورا، او يعني مش عارف. لا هو مش، محدش قال كان في حاجه، محدش قال ان هو كريستيانو كان هو السبب، بس هو اريك تن هاج كان حابب يعمل ايه؟ كان حابب انه مفيش نجم اوحد للفريق. طبعا ده بالنسبه ده ما ينفعش خالص، ده بالنسبه لكريستيانو سي ار 7 على راي حد سي ار 7. ف بتضحكني قوي والله، بقول لك ده الغالي. لا 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 انا بتكلم على حاجه ثانيه، هي فعلا حاجات بقى نسائي. يلا فمحدش يقدر يقول ان كريستيانو بس كان هو السبب. اريك تن هاج كان حابب يحط ضوابط، تمام، منها ان هو ما فيش نجم. انت تقدري تقولي دلوقتي في مانشستر يونايتد مين النجم الاول للفريق؟ لا حاليا لا، فعلا كل اللعيبه نجوم، كل اللعيبه تقدر تادي في 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 اي وقت، وممكن تقعد على دكه البدلاء ومحدش يقدر هنا يتكلم، تمام. الوضع ده بالنسبه لكريستيانو رونالدو كان غير مرضي، تمام. بالتالي بدا يحصل مشاكل، بدا يحصل خلافات، كوارث مش مشاكل بالظبط كده، وتلاسن في بعض الاحيان. بالظبط، انا شايفه ان هو كان قرار جريء جدا جدا من اريك تن هاج، ان هو يعني ايه اللي هو عارف يحط ايه زي مش عارفه اقولها لك ازاي، يعني لا مش عوضه في المنشار، اللي هو ايه في مثل بلدي كده اللي هو اضرب المربوط. يخاف السايب. بالظبط كده. فاللي هو يعني رونالدو الكبير، فاللي هو لا يعني انت هتعمل مشاكل او هتسبب لي في ازمات داخل الفريق، طب اقعد احتياط. بس بيني وبينك برضه مهمه اي مدير فني ماسك فريق فيه لعيبه من نوعيه من عينه كريستيانو رونالدو، صعب السيطره. لازم يبقى المدير الفني برضو شخصيته قويه جدا، عشان حتى يعرف يضمن ان الامور تمشي بسلام في غرفه الملابس. اضعف الايمان، مش البعض كان شايف اصلا ان كانت شخصيه رونالدو اقوى من شخصيه اريك تن هاج، ودي كانت ازمه، يعني ازمه ان يبقى لاعب شخصيته حتى لو يعني هي لو داخليه مش ظاهره، فخلاص ما فيش مشكله، ممكن الامور ايه تتظبط يعني. انما كانت للاسف كانت ظاهره للعلن، فما كانتش حلوه، ما كانتش حلوه ومؤثره جدا طبعا على اداء الفريق. بس ما كانش يعني، خلينا نقول ان مش ده السبب بس، يعني مش ده السبب، لان برضو يونايتد قدر ان هو يدعم الفريق ببعض العناصر اللي فادته جدا، زي كاسمير افاد جدا 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 تشكيله مانشستر يونايتد، وكان ليه تاثير ايجابي جدا 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 على نتائج الفريق خلال الفتره الاخيره. انتوني كمان اللي تعاقدوا معاه مؤخرا برضو افاد الفريق بشكل كبير جدا. فمجموعه من العوامل، مش رحيل كريستيانو رونالدو. تعالي بقى نروح ليفربول حيث يتواجد ابننا. وضع ابننا ايه الفتره اللي جايه في رايك؟ شايفه ان الدنيا ماشيه ازاي في الفتره الاخيره؟ للاسف الامل الاخير لليفربول السيزون ده انه يقدم شيء في دوري ابطال اوروبا، وكمان مباراته اللي جايه هتبقى قدام ريال مدريد، اللي جاي منتشي جدا بفوز كاس العالم للانديه، كمان بصرف النظر ان هو بالنسبه له المباراتين اللي لعبهم بالنسبه له سهلين، يعني بالنسبه لريال مدريد. هو مشاركته المره دي كانت على الواقف الى حد كبير، ريال مدريد مش كده، يعني هم خدوا كاس العالم على الواقف. بالظبط، يعني هو جاي اصلا من الدوري الاسباني، وهو وضعه مش جيد، كان لسه كان قبلها مغلوب من ريال مايوركا، فحتى البعض يعني كان مقلق اصلا من مشاركه ريال مدريد في كاس العالم للانديه. ولكن زي ما كنا بنتكلم على شخصيه البطل، يعني دي خبره كبيره جدا ريال مدريد ولاعيبه ريال مدريد ومدرب ريال مدريد مكتسبينها، وبالنسبه
لهم البطوله دي زي ما انت ما قلت كده يا كريم، يعني هم خدوها على الواقف، فهو هيرجع بعد كده يشارك في دوري ابطال اوروبا، فعنده مباراه اعتقد المباراه صعبه اكتر على ليفربول طبعا بسبب الوضع للفريق. يعني بتتكلم دلوقتي فريق مركز عاشر، يعني في حاله ترهل ليفربوليه مزعجه، دي غريبه جدا، ويعني الواحد كان متخيل ان هي مثلا فتره وهيقدر انه ان كلوب حتى يقدر يلملم اوراق الفريق مره اخرى ويظبط اللعيبه، يظبط الخطه المثاليه زي ما كان زي ما كنا متعودين عليه قبل كده، لكن الحقيقه ده لحد دلوقتي ما قدرش ان هو يعمله. صلاح وضعه ايه بقى في اللي حاصل ده؟ صلاح بالنسبه لعقده هو لسه كان مجدد 25 بالظبط، كان مجدد قريب، فاعتقد انه يعني هو في كلام هو ليه فعلا كان في رومرز او يعني اشاعات ان هيكون في استغناء عن محمد صلاح، والناس قعدت تقول لك الكلام ده كان تحديدا من اسبوعين، والناس قعدت تقول لك طب ايه النادي اللي هيروح، قعدوا يقولوا لك اسماء نوادي ومش طبعا كل ده ما فيش، طالما بيان صدر رسمي يبقى اي كلام، بس فكره ان هو يبقى في حاجات زي كده احنا شفناها قبل ما صلاح يمضي في المره الاخيره، وقلنا يمكن ده كانت معموله مقصوده علشان يبقى في ضغط الى حد ما وصلاح يمضي، لكن دلوقتي ايه الفكره يحصل حاجات او رومرز زي دي تطلع وصلاح لسه قدامه يعني سنتين تقريبا، وفي نفس الوقت مش غلطة صلاح المستوى ليفربول وصل، حتى لو كان الجماهير هناك بتحمل صلاح لأن هو طبعا النجم دلوقتي الأوحد حاليا، لكن أنا بشوف وأنا هروح للرأي ده يورجن كلوب هو اللي يتحمل هذه النتيجة، دايما المدير الفني هو المسؤول، وخصوصا هو معاهم دلوقتي دي السنة السابعة أنت بتتكلم، فهو يعني فاهم قصدي؟ ما دي حقيقه، هو مش صلاح السبب ومش رحيل ساديو ماني السبب، احنا اتكلمنا قبل كده في كانت ايه اسباب تراجع اداء ليفربول من بدايه السيزون لحد امبارح، يعني هوند كمان مش من اسبوعين بس كان في كلام على انه ليفربول عنده استعداد ان هو يستغنى عن بعض اللعيبه، وطبعا الاسم المتصدر للعناوين الصحف هو محمد صلاح، وده غريب، ودون الاشاره حتى لاسباب او لنادي معين او لتقديم عروض مثلا ان هو مثلا تلقى عروض رسميه او 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 ده مش موجود، فهي مجرد فعلا ان هي اشاعات طبيعي يعني بتتقال او بتبقى يعني بالظبط كده او بتبقى متصدره علشان نتائج الفريق مش من ضمن الحاجات مش اللي اتقالت واللي ممكن تتقال عليها اشاعات وممكن تبقى حقيقه، بتهيألي انت ادرى مني بكتير واكيد متابعه، بس هو برضو المصادر بتبقى صفحات ما على السوشيال ميديا تمام، ان بقى في توجه عند بعض جماهير ليفربول اللي بتنادي برحيل محمد صلاح، ان هم اللي بيطالبوا برحيله وبعودته مره ثانيه لبلده. الى اي مدى الكلام ده مظبوط؟ هل انت شفتي له اي مرجعيه صحفيه بقى مش سوشيال ميديا؟ لا 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 ما شفتلهاش ما شفتلهاش اي سورس خالص، واعتقد ان صعب جماهير ليفربول تطالب بده مع محمد صلاح، يعني اعتقد ده يعني صلاح اعتقد ايه النجم مثلا اللي في الفريق مثلا معمول له تو اغنيتين طبعا، يعني ليه اغنيتين مخصوص بالظبط كده اغنيتين يمكن اكتر كمان. بعدين الموضوع في علاقه صلاح بجماهير ليفربول لا غير مش مجرد جيده جدا، يعني نوعيه العلاقه حميميه قوي، فيها محبه قوي، فيها معزه شديده، بعيدا عن ان هو بيعمل شغل في ارض الملعب وبيجيب لهم اهداف وهداف و يعني تحس ان في محبه صادقه ما بينهم. هو صلاح اصلا بالنسبه لجماهير ليفربول هو ما بقاش لاعب مثلا موجود في الفريق وممكن يرحل في اي وقت ويرجع، لا هو بقى اسطوره من اساطير ليفربول دي حقيقه طبعا. بس هل ده ممكن يكون بقى بما ان احنا بحس ببعض الاحيان ان هم بيفكروا زينا، يعني ممكن يكون ده اللي مصدره كلوب تحديدا يعني كصحف هناك، هل هو ده اللي عايز يصدره للميديا عشان يحمل النتائج دي لمحمد صلاح؟ انا بفكر انا ما عنديش معلومه ممكن لا اعتقد لا اعتقد لا لانه حتى على لا 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 حتى هو في مؤتمراته الصحفيه ما فيش مدرب يطلع يوجه او مدرب عاقل يعني يطلع يوجه الجماهير او الميديا، هو ما دافعش عنه برضه يعني مع الهجوم اللي كان عليه، انا ما شفتش تصريح واحد كان كويس لكلوب مع محمد صلاح. لا هو يعني لما بيتسأل عليه فهو بيتكلم انه التراجع والاداء ده بيبقى طبيعي وده امر وارد، ما بيقولش كلمه سلبيه
يعني انت ممكن تكوني عايزه يكون يقول لفترات طويله جدا كان بيقول فيه شعر. يعني ما فيش مره يعني كان بيتعمل اي لقاء او حتى في مؤتمر صحفي هو لدرجه ان هو كان بيزهق اصلا. يعني كان بيزهق ان في المؤتمرات كل ما يحضر مؤتمر صحفي لازم يتسال عن محمد صلاح ده لازم. فكان لو احنا في لعيبه ثانيه احنا ممكن اقول لك تعالي نطلع كده مؤقتا بره ليفربول ونروح للماتش اليوم الاربعاء الجاي ان شاء الله تشيلسي وبروسيا دورتموند وبرده اكيد هيكون لقاء قوي. تشيلسي وضعه في الموسم ده في البريمير ليج ما يصرش لعدو ولا حبيب واخد بالك. فهل ده برضو ممكن يبقى له انعكاسات ما برغم ان هو عمل برضو تدعيمات مؤخرا في يناير؟ هو تدعيمات قويه جدا يعني عدت ال 300 مليون استرليني فيعني صرف كتير جدا جدا تشيلسي على تدعيمات الفريق. انا اعتقد ان الخطوه المقبله اصلا هتبقى اقاله المدرب بقى يعني هو نفسه عشان نخلص بقى من اللغط. هم عملوا كل حاجه لا هم دعموا الفريق فعلا بصفقات قوية جدا جدا وللأسف النتائج لسه زي ما هي متراجعة. لسه كان متعادل مع ويست هام آخر مباراة 1-1. مباراة دورتموند أعتقد أنها هتبقى صعبة خصوصا هو هيلعب في الأول في ألمانيا وبعدين يلعب على بعدين يلعب في انجلترا على ارضه يعني فالمباراه اعتقد طبعا مش هتبقى سهله. بس نفس الكلام اللي قلناه على ليفربول هنقوله على تشيلسي انه برضو هي دي فرصته انه في دوري ابطال اوروبا يراضي جمهور بالظبط كده ان هو يقدر يوصل لابعد مدى في البطوله دي لان اعتقد المنافسه طبعا بالنسبه للبريمير ليج اعتقد انها بعيده جدا 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 يعني. طب لو جينا بقى للاهلي واتكلمنا عن مباراة الإسماعيلي ومباراة الهلال السوداني نحلل ده شوية ونحلل ده شوية وانتي فكرك ايه اللي ممكن يكون اصعب هل مواجهة الهلال السوداني ولا الإسماعيلي؟ اسوان بقى اسوان اسوان لا المباراتين صعبين وتوقيتهم اصعب واصعب لان هما الاثنين كمان هيبقوا ورا بعض والاثنين بره ارضك والاثنين توقيتهم يعني صعب جدا جدا بس يمكن توقيت اسوان هيبقى او يعني الامبيونس زي ما بيتقال او الظروف الخارجيه لاسوان شويه مش افضل حاجه برضه سفر وجايين من سفر السفر هذا جامد الفتره بالظبط كده يعني انا راجع من السودان على اسوان فهي دي المشكله يعني. وزي ما اتكلمنا انه ازمه مباراه الهلال هي بس التوقيت العصر ده هتلعب تقريبا حوالي الساعه 3 او الساعه 4 بس كمباراه انت شايفاها ازاي؟ لا طبعا مباراه قويه جدا جدا مباراتنا مباراه الاهلي قدام قدام الفرق السودانيه بتبقى قويه جدا يعني بيبقى فيها نديه كمان صحيح. وخصوصا برضو زي ما قلنا ان الاهلي بيبقى راجع من بطوله فالمباراه اللي بتبقى بتالي البطوله دي بتبقى بالنسبه له صعبه شويه فهو في كذا عامل كده مصعب المباراه بس اهمهم لازم يكون في تجهيز بدني كويس جدا جدا عشان التوقيت لازم يكون في تجهيز نفسي يعني جيد اقول ايه يعني ما دي النقطه اللي انا كنت بقول لك عليها كبير في الاول يعني كبير جدا جدا لبعض اللعيبه اللي تعرضت مؤخرا للانتقادات بعد بطوله كاس العالم للانديه لان دي اللعيبه دي لما تيجي تنزل المباريات اللي بعد كده هيبقى عليها ضغط كبير جدا انه فرصه سهله لو هو ما سجلهاش هيبقى عارفة اللي هو هيبقى ايه شايل هم او بيفكر فيه بالظبط كده الانتقادات اللي هو هيتعرض لها وعندهم على الصعيد التاني فرصه ان هم يحسنوا من الاداء ويبقى الكلام كله يتقلب بالظبط كده فده اللي احنا منتظرينه ان شاء الله ونامل خير يعني باذن الله الاهلي يتفوق باذن الله في المباراتين يا مسهل الحال. طيب تعالي نروح بقى للايفنت الكبير ذا بيست يوم الاثنين 27 فبراير ان شاء الله. وانت طبعا عارفه كويس ان الاختيار بيتم عبر اليه معينه متقسمه لاربع مصادر للتصويت اللي هو الصحفيين الرياضيين 25% صحفيين وقاده الفرق والكباتن تمام. بدايه كده عدم وجود اسم محمد صلاح كان في القائمة الأولية طبعا تم استبعاده من القائمة النهائية اللي هي في الآخر بقت المنافسة ما بين ميسي وبنزيما ومبابي. خلينا بس نشرح الاول الاختيار بيبقى من امتى لامتى او بيبقى على اداء اللعيبه من امتى لامتى. فالاختيار بتاع جائزه ذا بيست كان السنه دي تحديدا او اللي هي بتاعه 2022 يعني كانت تقييم اللاعب من اغسطس 2021 لديسمبر ل 18 ديسمبر 2022 اللي هو بعد كاس العالم بالظبط. فبنتكلم تقريبا في 16 شهر حوالي 16 شهر. طيب فصلاح عمل ايه في السيزون ده او في الفتره دي؟
لعب مع ليفربول حوالي 51 مباراه في السيزون اللي هو الاولاني، لعب حوالي 51 مباراه وقدر ان هو يسجل 31 هدف، كمان حسم جائزه هداف الدوري الانجليزي اللي هي تقاسمها مع طبعا لاعب توتنهام هيونج سون، وكان مسجل 23 هدف. حقق كاس الاتحاد الانجليزي وحقق كاس رابطه الانديه الانجليزيه المحترفه او ما يعرف بكاس كاراباو. كان وصيف الدوري الانجليزي ووصيف دوري ابطال اوروبا، ما قدرش طبعا ان هو يحقق ولا بطوله من البطولتين، كمان مع منتخب مصر ما حققناش اي بطوله. ربما يكون كان استبعاد صلاح كان بسبب الامور دي، ان هو طول السيزون ما قدرش ان هو يحقق بطوله كبيره، خلينا بعد دروس 16 شهر اللي ما كانش صلاح فيهم حس قوي نتيجه اللي احنا كنا بنتكلم فيه. هي الجائزه الفرديه اللي حققها هو بس، جائزه الهداف هداف الدوري الانجليزي، وحقق الكاسين مع ليفربول، لكن البطولات اللي هي الثقيله دوري انجليزي دوري ابطال اوروبا او بطولات مع منتخب بلاده، فطبعا هو ما قدرش يحقق ده، فبالتالي بيبقى التقييم بيبقى اقل شويه يعني. بس ان شاء الله باذن الله ننتظر منه الكثير باذن الله الفتره المقبله يعني. هو كان ثالث عالم بالظبط في النسخه الاخيره يعني او الجائزه الاخيره. طب بالنسبه لافضل حارس، لان فيها برضو بيكون تنافسيه، ومن الخمسه هم تقريبا خمسه منهم كورتوا، بتشوفي برضو هل كورتوا الاقرب السنه دي ولا لا؟ هم كانوا خمسه وبعدين بقت تم استبعاد ايدرسون واليسون. تم استبعاد ايدرسون؟ ياسين بونو زي ما هو. ياسين بونو موجود وتيبو كورتوا وايميليانو مارتينيز. ليه بقى تم الاستبعاد؟ انا ما وصلتليش يعني، ما فهمتش ليه الاستبعاد. ما هو هي لازم يبقى في قائمه نهائيه، هي بتضم ثلاثه بالظبط كده، بيبقى فيها ثلاثه وبنختار ما بينهم. لما تيجي تبصي على الثلاثه اللي موجودين، ايميليانو مارتينيز حارس مرمى الارجنتين واخد كاس العالم، تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب اسبانيا واخد دوري ابطال اوروبا، وياسين بونو عامل انجاز مع منتخب المغرب وواصلين مركز رابع، فهم الثلاثه اولى من ايدرسون. واليسون ايدرسون برضه قوي قوي يعني، طبعا اكيد ليها حساباتها، بس ايدرسون برضه يعني حارس تقيل قوي. بس على كده انا استغربت، اليسون اقوى يعني، اليسون كان هو الحارس اصلا الاساسي المنتخب البرازيل في كاس العالم، وايدرسون كان هو الاحتياطي، بغض النظر ان البرازيل الاحتياطي بتاعهم اصلا كان ما هي دي النقطه، ما يعني فهمينا يعني في ليفل تاني خالص بالظبط، ده كان تيم يعني. بس هما الاثنين ما حققوش يعني، ايدرسون واخد دوري انجليزي، ايدرسون واخد دوري انجليزي وما حققش دوري ابطال اوروبا. ان انت يبقى امكانياتك عاليه والنادي اللي انت بتلعب فيه مش بيحقق، ما انت عملت ايه للنادي وعملت ايه للمنتخب؟ طبعا بتتقاس كمان البطولات اللي النادي بيوصل لها، فهي دي برضو يعني. صلاح ظلم برضو قبل كده، هو كان ارقامه عاليه جدا لكن ليفربول ما كانتش حاصل على الافضل الارقام، فعشان كده برضو ما كانش للاسف ممكن ان هو اسمه كان ضمن القائمه لو انت فاكره يعني. بتحصل. هو فاضل دقيقتين انا عايزه نستغلهم بقى في الكلام شويه عن النادي الاهلي. واحنا دلوقتي اتكلمنا عن المباريات القادمه واتكلمنا عن الشق النفسي، انا عايزه اتكلم بقى على نقطتين سريعا انا وكريم طبعا لو كمان عايز يضيف حاجه. عايز اتكلم على شويه المديرين الفنيين، واتكلم تحديدا عن مارسيل كولر بدايه، وبتشوفي لحد دلوقتي تقييمك بمنتهى الشفافيه لهذا الرجل وهذا الفكر اللي هو جايبه كمان لحد دلوقتي. طبعا احنا كنا ما عندناش ولا الحمد لله خساره لغايه الخسارتين اللي حصلوا، بس انت برضو خسرت قدام مين؟ انت خسرت قدام يعني ناديين تقال جدا، بغض النظر ما بنعلقش شماعه، بس برضو الراجل ماشي بخطوات رائعه. شفنا تالق بعض اللعيبه مع مارسيل كولر، كمان نفسيه ابتدت ان هي تظهر على الاداء الفني بشكل كبير جدا للافضل. خليني اتكلم في النقطه دي بدايه، وفي نفس الوقت عايز تتكلمي عن مشاكل او عيوب طبعا. اوكي، بس انا شايفه ان كولر مدير فني ناجح جدا جدا مع النادي الاهلي لحد دلوقتي، شخصيته قويه جدا. عايز اقول ايه، اللمسات بتاعه المدير الفني او فكر المدير الفني واضح جدا وبنشوفه جدا في الملعب يعني. المباراتين حتى يعني المباراتين اللي احنا خسرناهم هنتكلم عليهم، مباراه ريال مدريد الشوط الاول ومباراتنا قدام فلامينجو لحد الطرد لحد حوالي اللي هو الدقيقه 70، لا احنا بنلعب مباراه عاليه جدا جدا جدا، بنهاجم، مش عاملين زون ديفنس مثلا، مش متراجعين، مش قلقانين، مش خايفين، لا انت يعني انت عامل لنا حساب لما تيجي
كريم تشوف الاحصائيات بتاعه مباراه الاهلي وريال مدريد، هتلاقي الامور متقاربه جدا، هتلاقي الاهلي متفوق اصلا في التسديدات على ريال مدريد في الشوط الاول. فلا هو فنيا قادر ان هو يدير الفريق بمجموعة اللاعبين المتاحة معاه. هو عايز تدعيمات، هو طلب بعض التدعيمات في بعض في بعض المراكز، بعضها تمت يعني تم التعاقد مع بعض اللعيبة فعلا، والبعض الآخر ما حصلش توفيق فيها. يعني فكرة ان الراجل ده من ساعة لما جه الهزيمه الاولى اللي تعرض لها كانت من ريال مدريد، بالظبط كانت قدام ريال مدريد. على فكره دي يعني تكتب ليه، ان شاء الله يعني والاخيره بالظبط دي تكتب ليه فعلا. ان شاء الله تبقى يعني الاهلي وريال مدريد وفلامينجو ان شاء الله ما يبقاش فيهم بعدهم خساره تانية باذن الله، ونقدر ويقدر ان هو يواصل باذن الله سلسله. وليه خصوصيه شديده حتى على صعيد السمات الشخصيه، طريقه هندلته للامور، الابتسامه اللي مش بتغيب عن وشه، الهدوء العام اللي بيتسم بيه، يعني برضو كل دي امور مدرب مش عارف اقولها لك ازاي، بتخلي برضو الجماهير عاطفيا تميل ناحيته جدا. وهو ذكي جدا جدا جدا. وتعليقا على اللي انت قلته يا كريم، انا افتكرت موقف دلوقتي كان بعد المشكله طبعا اللي حصلت ما بين اتحاد الكوره ومارك كلاتنبرج اللي هو كان رئيس لجنه الحكام، واللي حصل على صفحات الجرايد او التقارير الاوروبيه ديلي ميل وميرور وجارديان، كل اللي حصل ده حصل. كولر نشر صوره بعدها على طول على انستجرام وهو قاعد مع ست بسيطه جدا، وكتب تحتها كلمتين، توقيت الصوره بتوقيت الكومنت اللي هو كتبه كان مثالي جدا جدا، كان ذكي جدا جدا، وبنسبه 100% كان مقصود، ما كانتش وليدة الصدفة تماما. حركة وطنية جدا. لا بجد حلوة كانت منه فعلا. ولا الأمور اللي زي دي يا كريم هي تبان صغيرة مثلا عند البعض، لكنها بتكسب، هو بيكسب حب الجماهير، وعلى فكرة جماهير عموما، جماهير المصرية مش جماهير النادي الأهلي بس. فلما الاقي موقف زي ده من مدرب أجنبي، بالظبط من مدرب أجنبي ما بقالوش فترة طويلة موجود في مصر، وينشر صورة زي دي بعد كلام ما كانش حلو في حقنا، فلا هي مقصوده، بيكسب بيها حب الجماهير، بيكسب بيها تعاطف الجماهير، بيكسب بيها ثقتهم كمان. عارف كمان عارف اللي هو بيعمل له جيش، يعني يوم ما يحصل حاجه هيلاقي برضو. هو مش اول واحد يعمل كده يعني عبر التاريخ، على الاقل في اخر شويه سنين كل المدراء الفنيين الاجانب بيبقى لهم النوع ده من التواجد في وسط الجماهير المصريه. فاكره مثلا مستر كوبر في وقت من الاوقات كان مثلا عادي جدا تشوفي له صوره وقاعد بيضرب مثلا طاجن بفهم ازاي مش عارف ايه بالايه، يعني في حاجات كده معينه بتحصل وفعلا تحسيها ان هي مقصوده. لا هي بتبقى مقصوده طبعا بنسبه 100%، هي مقصوده، بس يعني خلينا نقول ان مش كله، لان يعني ما في عندنا مدربين اجانب في مصر وما شفناش منهم مثلا. انا مش بقول ان هم كان لازم يعملوا خالص، بس انا بقول لك انه لا مش كل المدربين كل واحد تفكيره يعني بالظبط كده. فهي انا شايفه ان دي كانت لفته ذكيه منه جدا جدا، وقدر ان هو يكسب بيها ثقه وحب الجماهير. طيب قبل ما نختم، حاجه ثانيه كنت عايزه اتكلم فيها بس سريعا جدا استاذه منى، بتشوف ازاي دلوقتي ترتيب الدوري المصري والتنافسيه اللي موجوده ومقارنه بالموسم اللي فات؟ لو اتكلمنا الموسم اللي فات برضو الى حد ما كان الثلاثه الاوائل يعني خلاص معروفين قبل ما تبدا اصلا او ما يبدا الموسم، لكن الموسم ده مختلف، وقلنا ده من البدايه مع التدعيمات الكبيره جدا والصفقات وغيره، وحتى الصفقات مش بس في اللعيبه في المدربين، ابتدى الدوري المصري يبقى ليه شكل مختلف، الترتيب حتى هذه اللحظه مختلف تماما او يمكن غير مسبوق، فبتشوفي ده ازاي؟ فعلا ترتيب الجدول مع كل، بعيدا عن الاهلي ان شاء الله، يعني مع كل جوله بيحصل فيه فرق بتطلع بالظبط كده، فرق بتطلع فرق بتنزل، في 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 فرق وفي مدربين حاطين بصمتهم صراحه في الدوري السيزون ده. سيراميكا عامل سيزون بالظبط، عامل سيزون كويس، فيوتشر عامل شغل كويس برده في السيزون اللي احنا فيه ده، وبرده من السيزون اللي فات يعني برده كان سيراميكا وفيوتشر برده كانوا بارزين، برده البنك الاهلي ماشي بخطى
نقطه معقوله. المقاولين العرب مع برضو كابتن، لا شفنا طفره في الفرق بصراحه. بالظبط وهي بس انا عندي مشكله، هي يعني دي دايما اللي بتعمل ازمه. إيه بقى؟ احنا بقينا اصلا ننسى مين اللي بيدرب، مين بيدرب ايه، عشان بيتغيروا كتير. ازمه حقيقي والله. مدربين في عدم استقرار من الحته دي، ويمشي ويرجع تاني ويمشي ويرجع تاني. هي الموضوع ده صراحه يعني احنا لا كان في شغل احنا بقينا بنتلخبط. معاكي حق فعلا. ده الجماهير نفسها اللي هي بتشجع الفرق اللي بيحصل فيها كده، هي نفسها بتتلخبط وبتقفي على الموضوع ده. بالظبط. نورتينا كالعاده، بنسعد دايما بوجودك يا منى. نورتينا، شكرا جزيلا ليكي. نورتينا طبعا يا منى، وهنشوفك قريب تاني باذن الله. هنروح فاصل ونرجع نستكمل فقراتنا بحضراتكم، خليكم معانا.